السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة معانا مشكلة في كاتل نوفال. الكاتل اللي معانا ده العميل جابه لنا وقال لنا ان هو اول ما بيجي يشغل الكاتل بيحصل قفلة وبيعمل ريحة شياط جامدة جدا، وطبعا الكاتل ما بيشتغلش وبيعمل قفلة في الكهرباء. فنشوف بإذن الله المشكلة دي من ايه، عشان ممكن يكون المشكلة القفلة بتاعة الكاتل دي في كذا سبب ممكن يخلي الكاتل يعمل معاك كده. ممكن يكون عندك مشكلة في الزرار، ممكن يكون عندك مشكلة في الهيتر، ممكن يكون عندك مشكلة في القاعدة بتاعة الكاتل. فلو عندك المشكلة دي وعاوز تعرف حلها، كل اللي عليك تتابع الفيديو لحد النهاية، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، سواء صيانة او بيع اجهزة. ويا ريت ما تبخلش علينا بدوس اللايك عشان بتفرق كتير في انتشار الفيديو ووصوله للناس. يلا بينا نفحص الكاتل ده مع بعض ونشوف المشكلة في ايه. دلوقتي اول حاجة تعالوا نفحص الهيتر بتاع الكاتل ده، نشوفه شغال ولا لا، والزرار كمان هنشوفه في مشكلة ولا لا. هنعمل ايه؟ هنبتدي نفك القاعدة البلاستيك دي، بيكون هنا مربوطة بمسامير، هنفك طبعا المسامير دي كلها. فكينا كده المسامير زي ما حضراتكم شايفين، هنبتدي نرفع الجزء البلاستيك ده يتشال معانا. زي ما حضراتكم شايفين ادي الهيتر، ده الهيتر بيكون واصل فيه طرفين، ادي طرف وادي طرف. طبعا هنقيسه ازاي؟ بنجيب الكلامب بتاعنا وبنبتدي نختبر بالكلامب، بنشغله على وضع البزر او وضع الصفارة. طبعا الكلامب ده لازم يجيب قراية معانا، وحاول اوضحه لكم كده كده يكون واضح. كده الكلام بشغال. هنيجي على اول طرف هنا في الهيتر والطرف التاني زي ما حضراتكم شايفين كده، الكلام بيديني قراية واداني صفارة في الاول، معنى كده ان الهيتر بتاعنا شغال. هنيجي هنا هنلاقي طرفين متوصلين بالقاعدة اهو، ادي طرف وادي طرف، تمام. هاجي برضو عليهم كده وهبتدي اوصل، تمام. انا كده موصل على الطرفين. بعد ما وصلت كده انا كده هتأكد من المفتاح، هبتدي اشغل المفتاح زي ما حضراتكم شايفين كده. احاول اوضح لكم برضو اكتر. كده المفتاح شغال اهو، اول ما شغل هيديني قراية ويديني صفارة. هفصل المفتاح من تحت، بيفصل، شغل. زي ما حضراتكم شايفين كده، كده المفتاح شغال ومفيش فيه اي مشكلة، والهيتر بتاعنا شغال ومفيهوش اي مشكلة، مفيش اي سلوك ملمسة في بعض، مفيش اي حاجة مشكلة خالص في الكاتل نفسه، تمام. فهنبتدي نقفل الكفر بتاعنا ده تاني وهنبتدي نختبر القاعدة ونشوف القاعدة فيها مشكلة ولا لا. ربطنا كده المسامير، هنسيب الكاتل نفسه على جنب، نجيب القاعدة برضه هنبتدي نفكها. تتفك هنا في ثلاث مسامير زي ما حضراتكم شايفين، هنفك برضه الثلاث مسامير دول. حاول اقرب لكم كده عشان يكون الصورة اوضح. بعد كده بيتفك معاك الكفر ده. بص هنا اول ما فكينا كده، بص السلوك زي ما حضراتكم شايفين كده، السلك سايح اهو بتاع القاعدة، للطرفين ملمسين في بعض اهو، طرفين الكهرباء كده واضح معاكم الشكل زي ما حضراتكم شايفين كده. اول ما فكينا بس، بص طبعا الطرف التاني سايح اهو، سايح الجزء البلاستيك، تمام. طبعا ده السبب
الاساس اللي بيخلي الكاتل يعمل قفله في الكاتل اللي معانا ده، دي المشكله زي ما حضراتكم شايفين كده، طرفين الكهرباء ملمسين في بعض بتوع القعده، وده اللي بيخلي الكاتل اول ما توصل الفيشه الكاتل بيعمل قفله وبيفصل الكهرباء بتاعت البيت كلها بسبب المشكله دي. هنعمل ايه؟ طبعا هنقص الجزء ده، هنجيب قصافه وهنبتدي نقص الاسلاك اللي بايظه، وطبعا هنختبر الكابل برضو ونتاكد ان الكابل بتاعنا ده سليم ولا في مشكله تاني. برضو هنشيل العازل بتاع الاسلاك كده، طبعا لو الكابل بايظ هنغير الكابل كله، لكن لو الكابل سليم فاحنا هنقص بس زي ما احنا قصينا الحته دي، وبعد كده هنوصل الاطراف بتاعتنا تاني. تعالوا نختبر الكابل كده، هنجيب الكلام بتاعنا وهنجيب كده الفيشة وهنبتدي نوصل طرف هنا كده وطرف على اي طرف من دول بيديني صفارة، يبقى كده الكابل ده الطرف ده سليم. ننقل على الطرف التاني برضو بيديني صفارة، يبقى كده الطرف التاني سليم. يبقى كده الكابل بتاعنا ده هنقدر نستخدمه تاني بدون اي مشكلة. هنبتدي نفك هنا الجزء ده، طبعا الكليبسات دي ممكن نغيرها ممكن نستخدمها، هي ما فيهاش مشكلة تمام. فهنركب كليبسات تاني على الطرفين بتوع الكابل بتاعنا وبعد كده هرجع لكم. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده ركبنا الكليبسات تاني، هنبتدي نركبها على القاعدة تاني بتاعتنا، طرف هنا وطرف هنا زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هنقفل الكاتل بتاعنا تاني. كده اتقفل زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا نجرب الكاتل مع بعض. ونشغل كده الكاتل زي ما حضراتكم هنا شايفين كده، في اضاءة اهي بتنور، لو طفيت تطفي هتكون ظاهرة اكيد قدامكم كده. اشتغل اهو، هنشوفه برضو الكاتل دلوقتي وهو هيسخن وهيفصل ولا لا. دلوقتي المايه ابتدت تغلي، بس ده نفتح كده اكيد واضح قدامكم. هنشوف بقى دلوقتي مفروض ان الزرار يفصل زي ما حضراتكم شفتوا كده، الزرار فصل لوحده، يبقى كده المشكله بتاعت الكاتل اتحلت. يا رب نكون قدرنا نوضح لكم حل المشكله بخطوات سهله وبسيطه، ويا ريت لو عندك اي مشكله في اي جهاز كهربائي خش عندي على القناه، هتلاقي فيديوهات كتير جدا لحل مشاكل جميع الاجهزه الكهربائيه والاجهزه المنزليه. ولو في عندك مشكله ومش لاقي لها فيديو على القناه اكتب لي في اي كومنت وباذن الله هحاول اتواصل معاك، هحل لك مشكلتك او انزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناه. بس يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناه كدعم لينا، واشوفكم في فيديو جديد في قناه اعمل بنفسك. سلام.